على المجند العسكري علي اليوسف قال ان انشقاقي عن الجيش الاسد وعصابته وانضمامي الى الجيش الحر وهذه هويتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب المجند الاحتفاظ قتيبة عبد السلام الكيلاني من مرتبات وحدات حفظ الأمن والنظام بدرعة، وعلى انشقاقي عن عصابات الأسد المجرمة وانضمامي إلى صفوف الجيش الحر للدفاع عن المدنيين العزل وهذه هويتي. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.